يا سيها كادو كيلي رول ناتا سراج البرايا لا يجيك أن الهدى جميل الخلال لا يهف على إدا جليل أتايا باسر الكافي بالجدا سرير المجايا سرير المجايا جاهل الباس والمدى كريم السجايا تاهر جسم النفس صلى الله عليه وسلم فطوبى لك الدين في سراه مرمكم فجعلك في دنيا نئيم مسوق وفي حرص والباقي أجل وأسبق سبيل نجاة للجنان مبلغ ودونك فاستسهل بأكلك والهس صلى الله عليه وسلم حسام يبن الحق ألحى مجردا يسوق الورى للخير مسنى موحدا وكم ساب منهم في سداء المنجدا صحاب يفيد الكلق ريان بلا سدى وإلما بلا ساكن وبرآن بلا نكسي صلى الله عليه وسلم ألا إنه كستاس والجهل جلوة سماحته والمنه بسط ورحمة إياباته والمنه فجا وإسبة سريراته والجهل نور وحكمة وقد سبق ترهير للكلب في التسيير سهاب من التحقيق للأكيد ساكب طريق من التوفيق للفهم ناهب أليس اللجي والمكرمات المواهب سرايا نهانا والجبريل صاحب فناهيك من قدسين في حلاة القدس صلى الله عليه وسلم أليس الذي قد سعدت النفوس بحبلها إلى مرسلات العلم من كي جعلها أليس الذي والمعلوات لأهلها سما سؤودا فوق السماوات الأولى إلى مستوى ما حالته قبله الإنس صلى الله عليه وسلم هنالك رأى الآية والمجحبة وفاجأ بما قد كان يهواه مطلبا وأبى ولا كلك يدانيه منصبا سناه أنا رلا رسوكه مقربا فلا أثر باك لسكين ولا لبسي صلى الله عليه وسلم هنيئا لكم من صابه هنيئا لكم من صاحبه فمجده مدى دهر باك ليس يفني فقده به ساد مولاه مولل عبده صباح لديه مكسرون ولده ولفقراره فلوا في القرب والأوفي صلى الله عليه وسلم له عنده أهل قريب وجمة يجاهم بها كرب وكسوف كمة كجاما لهم في تاءة ربهم مدى سجاياه رفقا بالعباد ورحمة فيهدي إجاي لها ويهدي إجاي يمسي صلى الله عليه وسلم فكفوك كف القلب أسبال مطرا وجهه كما جاء البصير مبصرا فجاك وهاجا إن وجدت مصورا سقاء كما فعل الأتي على سرى وحسن كما سقى الكمام أن الحسن سيه صلى الله عليه وسلم ولا آدمي كلكة ملكية متى أدرك للجمال بلية وجدناه نسخ والنفوس سجية سكن مرارا راحة حاسميها لقص أنواري تفجر من كمسي صلى الله عليه وسلم فمن جل جيابا ويجحد فلنا وكسر سبانا ليس يأسور كلنا ولا يلفن جارا في الكتب مثلنا سبقنا به في الحسن من كان قبلنا من أجب أن يسبق القدم بالأمس صلى الله عليه وسلم لقد برها لنا نور سؤائه وقام بأمر الله جاد إطلائه فلا خير إلا في مسير باتبائه سعادتنا مسروطة باتبائه وهل يثبت البنيان إلا على أنسه صلى الله عليه وسلم صفاء فؤاد فيه من برهائه وقد هالت الأقدار دون صفائه ندارة قد أسرقت بهبائه سلوني كيف حال دون لقائه فهجني في ترسي وصبري في أقصي صلى الله عليه وسلم كرام بكر القرب ما هو ينجلي وربي يؤافي من يسعى يبتلى وفي رولة المختار كرسى مؤملا سوك لبؤدي دار منهم فإن لي حياة بلا روحي وموت بلا رمسي صلى الله عليه وسلم مواناته سب المعلم وأنا تسبي هائم الكل واله
تكلفتم لأسواق وفاق عليهم فيستروا إجالك الوجوه دياله سلا كل مهم وهمك عليه فصبرا كما هجنا يقول إلى أرسي صلى الله عليه وسلم.